السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. وغبرت عليكم حبيباتي، غير سمحوا لي كانت حاضره معكم ما فيها بس، كانت حضرت معكم الاخت ديالي نائمان. اذا اليوم مشيت تسوقت وقلت ولا بدا نبارطاجي مع الحبيبات ديالي كاين شي هميزات اللي خديتهم. نبدا لكم بالخضار ديالي، شنو تقديت اليوم، والفواكه وشي اجبان وشو اللحوم. اذا شنو شريت؟ الكراع غزال، تبارك الله، الخيرات في البلاد، الخيرات في البلاد ما شاء الله. اذا الكريعه، فليفله، فلفله حاره، باذنجان. خديت البابايا البنات، كنصحكم بالبابايا البنات، راها صحيه بزاف وما فيهاش السكر. يعني الناس اللي بغاو يديروا الريجيم ما عليهم غير البابايا. هذه جبتها طايبه تبارك الله، كتعجبني طايبه. وهذه ما شاء الله، شوف قداش بحال شي قرعه. نديرها بابايا البنات، نديرها بابايا ماشي قرعه، دي بابايا. صافي، وشريت التشين ديال العصير، شريت التفاح، شريت حب الملوك، شريت مطيشه، شريت الشهديه، المشمش، البرقوق الاحمر، هذو الفواكه. بالنسبه شريت لا موطارد 13 درهم، هذه كدير مايونيز وهي موطارد. وشريت الفرماج الاحمر، هذا ايضام ماشي الاحمر، ايضام، هي مكتوبه فيه ايضام، فرماج ايضام. وشريت هذا غودا، شريت 27 درهم. وشريت لا موتزاريلا، وشريت مسكربون. مسكربون البنات كيدير 27 درهم، هذا شحال فيه؟ 250 غرام، 27 درهم. هذا الحلويات البنات، حيت بغيت ندير لكم واحد الحلوه، شريت الزبده، هذه الزبده عاديه ديال العبار كتعجبني، 16 درهم و50. شريت القشده الطريه، كنصحكم بهذه البنات، زوينه بزاف، هذه ديال الطياب، غزال 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 غزال. هاد لا مارك بنينه ما فيهاش النسمه يعني. وشريت هذه المونطاج، شريت جوج، شريت هذه وشريت اولالا بلي طرا، حيت باغي ندير واحد الطخطه تشيز كيك. غادي نصوروا لكم الحليب. شريت هذا، كنشري البنات هذا 0%، وهذا 2000 ديسناطادم، يعني نصف دسم، نصف دسم وخالي الدسم. شريت إطرو ديال هذا، شريت إطرو نص ديال لينيا، كيعجبني لينيا البنات، كيحمقني في القهوه ما عرفتش علاش. شريت الكوري، شريت الكوري، وشريت الكرات، وشريت هادو إشالوت، ثلاثه ديال الانواع ديال البصل. هذا الكوري، هادو اللي كانوا خاصني تقضاو ليا. صافي، شريت المطيشه، شريت الخس. الخس البنات كنصحكم باش تبقاو تكثروا منه لانه رائع للريجيم. شريت شي ستيكات البنات، شي ستيكات مزالين عاد بدمهم. شريت ماشي كوتليت، زوين ماشي ستيك، هذا كوتليت مزيان ونغزل. شريت واحد نص كيلو، وشريت واحد الصدر ديال الصدر من المرجان، شريت الصدر ديال الدجاج وجنيوحات ديال الدجاج، كيحمقوني انا هادو انا كنحمق عليهم، شكون اللي بحالي. صافي، وشريت الصدوره ديال الدجاج. اذا حبيباتي غنكمل لكم مشتريات، راني شريت قديت هاد المره ما نقول لكمش، درت زغديره في راسي. المهم نبدا لكم بالمسائل ديال النيتواياج. شريت هذا البنات ديال البوطا والبوطاجي، هذا انتي غراسا، هي موس سوبر بويسونت، يعني كتحيد كلشي، كتحيد كلشي الطبايع اللي معقدين، كلشي كت تالي تالي موفيز اودور كتحيدهم. و هذا ديزانفيكتي و ديغراسي افون، يعني الحاجه اللي كتكون ليدام بزاف، كنصحكم بها البنات. وهادو ما غاديش نقول لكم البنات، هاد لي برودوي راه ماشي اشهار، اللي كنستعمل راكم عارفين. هذا واعر، هذا الفيتر، الفيترو اللي عنده الفيترو، واللافابو انا شريتو غير لافابو، حيت لافابو كنعيا نحك فيه بجيكس وصابون البلدي ما كيخرجش، دونك اللي غطي علينا هاد لي برودوي الصراحه. اذا هادو شريتهم، وشريت هذا الفران، هذا مزيان البنات الفران. شي نهار غندير لكم نيتواياج ديال الفون ديال الفران، نوري لكم، يعني سي تان برودوي واعر، تا
لي غري كاع الحاجه ديال الداخل والبرا كلشي الفوق وكلشي يعني خاص هذا غير الفران داسي تي موس كتديريها وتخليه واحد 5 دقائق وعاد نوضي تنيطوييه وما يخطانيش الرايد نصحكم بهذو البنات هذو راه واعرين البنات استنى نوريكم كي دايرين بالنسبه اللي ما كيعرفهمش انا هذو ما كيخطاونيش الصراحه الصيف كامل كنديرهم في الليل انا عندي الراس ديجا شريته ودابا كنشري غير التعميره هاد الباستيات هانتوما شفتو كي دايرين راه زوينين الناموس دقب الدبان دابا راه كتب الناموس الدبان اوف لا اله الا الصيف هذا كيجيو هكا بحال دي كومبريمي كتحيديها وكتدخليهم في داك لاباري ديالهم وديريها في الضو البريز ديالهم وراها شان نقول لكم افيكاس ما كاينش احسن منه الصراحه كان عندي ما بحال الرويحه كيطلق زوين وشويه غالي هذاك ولكن هذا رخيص كيدير شي 32 درهم يعني شان نقول لكم غزال 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 انا كنديرو وكذلك اعزكم الله حبيباتي هذا ما يخطانيش انا الحمام والطواليت الكلاص ديال الطواليت رائع بزاف البنات هذا كينيطوا وكيعطي البارفيوم وكي اونتي طارتر دوك لي طارتر ديال الكالكار ما كيخليهمش رائعه كتعلقيها في الطواليت عزكم الله وهانتي هانيه كيخلي واحد لاموس غزاله وطبيعه الحال نيكات ديال الزبل عزكم الله وشريت جوج باكيات نتاع الحليفات ما كانش احسن من الحليفات ديال الحكام ديال القشوع المعنات انا ما عنديش النظاره إيه اللي بغيت نقول لكم هما هادو هما هاد القشيوعات اللي شريت وهادو الميكاب في بلاطه بعد الحال انا فوق ما كنمشي خصني ناخذ جوج ضروري شريت وحده كري وشريت وحده بيضاء اولا عجبوني هادو انا عندي ديال لي كلاص ولكن هادو عمليين صغيورين وزوينين ديري فيهم كلشي الشريضات ديري فيهم كلشي لي كلاص ديري فيهم اي حاجه سميتها القشده ديري فيها الفلان ديري في اي حاجه اي حاجه بغيتي ديريها كديريهم هادو صغيورين حجم صغيور زوين حمقوني عجبوني شريت منهم 12 شريت منهم 12 البنات كيحمقوا شي جوج باكيات وشريت بغيت نجدد البنات الكيسان ديال اتاي ديالي حيت ديال الدار ديال الدوام ديال دائما طلعوا لي في الراس هادوك ديالي شريت هاد النوع عجبوني شي 30 درهم يمكن 30 درهم يمكن هاد الباكيه شريت باكيتي هكا وشريت باكيتي هكا شريت باكيتي هكا عجبوني هادو حمقوني زويونين خفافين زوينين لا الديكور ديالهم شويه مودرن حيت طلعوا لي فراسي دوك القدامين ديالي كيعجبني نجدد وهادو البنات حتى هما عاوتاني ضروريين هادو لي صوص كيكون ديري شي حاجه بريستيج الفريت المايونيز اي حاجه شريت ربعه منهم ديال الزاج كانوا عندي ديال اينوكس او هادو شتوم ديال الدجاج هما يحمقوني يا البنات وانا نشريهم هاي الله يلا محمد رسول الله ما عندنا ما نديرو شريت ربعه انا عندي لينوكس وشريت هادو ديال الدجاج عجبوني الدجاج نبدل وهاد الكيسان اللي حمقوني يا البنات هادو الضياف طبيعه الحال شي حاجه رويال زوينه سوبر كاليتي سوبر كاليتي 5 نجوم عجبوني يا البنات قولوا لي رايكم كي جاوكم واش عجبكم تانتوما ولا لا حمقوني داتاي عندي صغارين ولكن هادو كبارين حمقوني لان حنايا لاتاي ديال المغاربه كيعجبنا الكاس كبير وشريت هادو البنات بكل وينات جوج كل جوج بالوين ولكن شهوه منهم فيهم 12 ما عقلتش واش لقيتهم يمكن 99 درهم دايرين بروموسيون حمقوني شريتهم خديتهم طيرتهم عندي وحدين صغارين بحال هادوك اللي وريتكم العاديين بحال هادو بحال هادو اللي عندي في ديال الفضي وعندي ذهبي بحال هادو سامبل وفيهم شي زواقات اخرين ولكن طلعوا لي في راسي هادو بغيت نشكل الضياف شريت هادو للضياف ولقيت البنات بروموسيون هادي دايره ثلاثه ديال السواني يعني على لي طايل كبيره المويان الصغيره انا عندي وحده مويان وانا شت هادو وانا حماقيت عليهم داري لهم 169 درهم غزالين فنين لقيتهم البنات ما تراطيوهمش هادو الدوام دائما ما يتصداو ما يطرالهم حتى شي حاجه هادو هاد البواره صحي يعني تحطي فيه الخبز تحطي فيه الحلويات ديالك تحطي فيه اي حاجه كيصلحوا ماشي غير صينيه ماشي غير بلاطو يصلحوا مجموعه ديال الاستعمالات تحطي فيهم حتى مثلا ديكور الشميعات تحطي فيهم المهم اللي بغيتي عادي عندهم يعني الاستعمالات متعدده اذا هما هادو حبيبات ديالي قسمت معكم المشتريات ديالي نتاع هاد الصيف خص
سنينه يدخل رمضان نشري حاجه جديده، يدخل الصيف نشري حاجه جديده. وبغيت نبارطاجيهم معكم، قلت علاش لا. بنادم شرا شرا يعطي فكره للناس، يعطي هكا يشوف لهم الذوق ديالو، يوريهم الذوق ديالو كي دايرين في الحميجه. طبيعه الحال ما نسيتش راسي، شريت حشاكم من عيعيه هذه الطريقه زينتها غزاله. شوفوا الديزاين ديالها كي داير، سنان نوريها لكم. ايوا كي جاتكم قرقيبه ديالي ضروري نشري حاجه لراسي، مابقاش غير القشاشه على القشاشه عم كوزينه. ايوا حبيباتي، انا اليوم شاركت معكم جميع المشتريات ديالي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واللي انضموا للقناه ديالنا الف مرحبا بكم عندنا، والقدامين طبيعة الحال اللي زابوني ديالنا ما ننساهمش، هذيك الدار داركم معنا، هذيكم العائله وتجداد ولاو من افراد العائله. والرابط نتاع الفيديو في الاسفل صندوق الوصف. وحبيباتي ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك، حفزونا وشجعونا اكثر باكثر باش نعطيو اكثر حبيباتي ونفيدكم ونستافدوا معكم. والى هنا حبيباتي نقول لكم ما سخيتش بكم، قبله كبيره لكم ومع سلامه.